بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، طبعا زي ما اتفقنا هناخد 3 امتحانات. الامتحان الأولاني هيكون على اليونت 1 واليونت 2، الامتحان التاني على اليونت 3 و4، والامتحان التالت على اليونت 5 and 6. وبكده يبقى خلصنا 3 امتحانات على محتوى الترم الأول، وبعد ما نخلصهم هناخد امتحان كبير شويتين ثلاثة كده على الترم كاملا. طيب، أول سؤال معانا بيقول لي I am going to wait until they not the price of the phone before I buy it. انا هستنى لحد ما يعملوا ايه في سعر الموبايل عشان اشتريه. prevent يعني يمنع، دي ملهاش علاقه بالموضوع. increase يعني يزود، مش هنستنى لما يزودوا السعر طبعا. reduce يعني يقلل، وreplace يعني يستبدل. فانا هستنى لحد ما يقللوا السعر، يبقى reduce دي الاجابه اللي هنا. السؤال الثاني I sometimes get a between the meaning of weather and weather. انا بتلخبط بين معنى كلمه طقس ومعنى كلمه اذا كان قوي أو لو يعني. confirmed يعني أكد، أو الماضي من أكد يؤكد. confident معناها واثق، و confused معناها مرتبك، و concluded معناها استخلص أو انتهى أو استنتج. فأنت بتقول لي أنا أحيانا أصبح مرتبكا، get confused، بصبح مرتبك بين معاني كلمة weather و weather. الجملة اللي بعد كده رقم 3 he was having dinner the phone rang. هو كان بيتناول وجبة العشاء عندما التليفون رن. انت قلت لي بالعربي اصلا من نفسك عندما. after دي معناها بعد، وديورنج يعني اثناء، وين يعني عندما، وايل يعني بينما. فطبيعي هناخد وين. طب ليه ما ناخدش وايل يا مستر؟ وايل حضرتك بيجي بعدها دايما ماضي مستمر وموضوعها خلصان. وايل دايما بعدها ماضي مستمر، فعشان كده كان المفروض نقول وايل هي ووز هافينج دينر التليفون رن، وقلنا هنعمل في النص كما. طيب الجمله بما ان احنا بنراجع يعني، فانت هتستحملنا اكيد. انا عشان استخدم وايل هنا فهعمل الجمله كده، هقول لك وايل he was having dinner، اعمل كومه كده the phone rang. طب ايه لازمه الكومه دي؟ عشان احنا لاي جمله نبداها برابط لازم في النص نعمل كومه. the good teacher should be، المدرس الجيد لابد ان يكون ايه؟ patience دي الصبر، دي اسم. ال يعني مريض، impatient يعني غير صبور، و patient معناها صبور. طبعا انت عارف ان patient برضه معناها مريض، فانت بالتاكيد بتقول المدرس الجيد لابد ان يكون صبورا فpatient. I have not Mr. Muhammad since he was at primary school together. Since we were يعني we were يعني احنا، انا عارف محمد ده منذ كنا مع بعض في المدرسه الابتدائيه. معنى كده انك انت عارفه والحدث ده لسه مستمر. ولكن يا مستر انا عارف ان ما ينفعش استخدم كلمه نو في المستمر اطلاقا. حلو، هاف وهاز عايزه بعدها باست بارتيسيبل، دي نيو ماضي بسيط مش معايا، ونو دي المصدر برضه مستبعدها، فانا عايز باست بارتيسيبل، يبقى اي هاف نون اللي هي رقم سي. الجمله اللي بعد كده بيقول لك اتس ذا فيرست تايم اي هاف نوت. قبل ما احل الجمله دي الاول لازم اقول لك افكرك بفكره كده. احنا كنا متفقين ان بعد اتس ذا فيرست تايم دي في احتمالين بعدها. رقم واحد انك تقول لي فور ضمير مفعول مثلا تو والفعل في المصدر، او انك تقول لي او انك تجيب ضمير فاعل او فاعل عموما يعني، وبعدين مضارع تام. على سبيل المثال this is او it is ايهما يعني. is the first time دي اول، the first time اول مرة. I have مثلا put a pen مثلا، ده رقم واحد. انت خدت لي هنا I، فعشان كده قلت لي بعد I بعد الفاعل have put. كان ممكن تقول برضه نفس القصة this is the first time بعد كلمة time هتقول لي for me for him for her to والمصدر to by. وبكده احنا خدنا الاثنين. نرجع بقى لجملتنا اللي بنحكي فيها كده. الراجل بيقول لك it is the first time I have. الراجل من نفسه قال اصلا قال لك I have، يبقى انت عايز past participle. تمام كده، طب past participle مديك written. حلو الكلام. طيب انت بقى بالعربي بتقول لي دي اول مره انا اكتب يعني كتبت، فمش هينفع ناخد never، لان never دي بتيجي في المعنى النفي، في المعنى النفي. ويت دي مكانها اخر جمله النفي واخر جمله السؤال وفي نص الجمله بمعنى ولكن. طب still معناها مازال، وever يعني مطلقا، ودي اول مره انا على الاطلاق اكتب، يبقى خدنا هنا ever. انتبه بس ان انت بعد first time في احتمالين واحنا عرفناهم. طب 17 بيقول لك او سوري 7 have you been interested in my feelings. انت من امتى يعني مهتم بمشاعري؟ طبعا يت دي ما تجيش في السؤال ده سؤال. فور ما تجيش مع وين اطلاقا. انا عارف ان في كولوكيشنز كده معينه انا حافظها في الحته دي اللي هي رقم واحد يا مستر. ممكن اقول لك رقم واحد، ممكن اقول لك هاو لونج، ممكن نقول فور هاو لونج، ممكن كمان نستخدم هاو لونج لوحدها. وطبعا ده كله كده عايز بعد مضارع تام، بعد مضارع تام ناخد فور.
ممكن كمان since when. الأربعة دول بيجوا مع بعض كده في السؤال مضارع التام. How long have you lived in Cairo? For how long have you lived? How long have you lived for? و since when have you lived. لكن how long ago يا مستر, how long ago دي بتاعت ماضي بسيط زي ما اتفقنا عشان ago ماضي بسيط. فانا هنا في الجملة حضرتك الراجل مديني how long ago ما فكرش فيها لان ده ماضي بسيط وانا قدامي مضارع التام. طب since when دي اتفقنا ان هي الصح. for how long مش معانا خلاص, يبقى احنا كده خدنا for since when اللي هي دي. سوري لو في for how long كنا خدناها. never not to the Maldives. الراجل هنا في الجملة دي عايز يفكرك بحتة ان احنا اتفقنا عليها قبل كده, ان اي لفظة نفي في اول الجملة متفقين نعمل ايه احنا في اول لفظ, اي لفظة نفي في اول الجملة نعمل انفيرجن. فبنجيب الفعل المساعد وبعدين الفاعل وبعدين الفاعل وفي الاخر نحط له نقطة مش علامة استفهام مع مراعاة الاتي, ان الفعل ده على حسب الفعل المساعد. يعني على حسب الفعل المساعد ممكن اقول لك never do I sleep early. حلو, انت خدت لي هنا دو وهنا دو طبعا بعدها الفعل في المصدر وخدنا دول انها مضارع. طب افرض قلت لي did يبقى انا كده قصدي على الجمله ماضي, فهنقول برضو did I sleep مصدر برضو. طب لو انت قلت لي have هتبقى have I slept. ليه؟ عشان have و has عايزه بعدها past participle. فالفعل المساعد ده هو اللي بيحدد الفعل شكله ايه, وده نفس القصه اللي هنحكيها دلوقتي. انت قلت لي never يا مستر, تمام, فانا عايز have و has بعدها past participle. دي تصريف تاني مش معايا. has والباست participle هفكر في دي. هي بدأ بهي, لا مش هفكر فيها. ليه؟ احنا متفقين ان احنا عايزين في اول الجملة verb to have, يبقى has he visited, has he gone, has he been كده. فهي has been دي غلط, طيب هي has gone برضو غلط. الجملة دي كان فيها خطأ اصلا اكيد انت تدركته. ايه هو الخطأ؟ ان انا المفروض اقول has he visited the Maldives من غير to. تاني كده, تاني, انت ممكن تقول الجملة دي بشكلين. الشكل الاولاني كالتالي, ركز معايا عشان الجملة فيها خطأ مكتوب. ممكن اقول لك never has he visited Cairo مثلا, كده خلصت. او never has he been, هنا بقى هنقول to Cairo, او never has he, اي تصريف تالت. المهم ان انت خدت لي have و has وبعدين الفاعل وبعدين past participle, have و has وبعدين الفاعل وبعدين past participle. طب ليه هنا خدنا to هنا لا؟ بس انت هنا قلت لي هو عمره ما زار تقول لي زار القاهرة, ما تقوليش زار الى القاهرة. لكن هنا بتقول لي ذهب لازم الى القاهرة. طيب في جملتك اللي قدامك بقى عم الحاج, هنا نسينا ان نحط لك في الجملة هنا للأسف has he been to. يبقى اجابة الجملة دي رقم 2 كده, رقم 8 هتبقى has he been to. فانا ممكن اعدلها معك بقى, اروح شايل دي كده خلاص من اختيارات كده عشان يبقى في اجابة صح. يعني نعمل دي كده, مسحنا دي خلاص كده, نكتب بقى مكانها الإجابة الصح اللي هي بقى أكتب has he been to, has he been, وتبقى دي الإجابة الصح. يبقى الجملة أصبحت كده never has he been to the Maldives. طب يا مستر انا نفسي اخد هاز هي فيزيتد, شيل تو وخد هاز هي فيزيتد. طيب عاد بالتواب يوسف دايد ان 2015, الراجل ده مات وهو عنده في سنه 2015 في عمر كذا. انت عارف ان كلمه في عمر دي حاجه من الاثنين, ايه من الثلاثه, ات ذا ايج اوف, او ممكن نستخدم ايجد, وممكن نستخدم وين هي ووز, الثلاثه صح. طيب انا عندي ايج عمر, طب ايجينج التقدم في العمر, طب ايج يعني عندما كان عمره, ايجز يعني اعمار. عايزك تفهم الثلاثه ينفعوا, اي واحده من الثلاثه دول في الاختيارات كانت نفعت. هو مديني ايجد فخدنا ايجد, بس خد بالك انك هتقول وين هي ووز, ما ينفعش وين هي از, عشان انت بتقول عندما كان عمره. ذا ريسيرش نوت ذا لينك بتوين بوفرتي اند كرايم, البحث ده بيعمل ايه في الرابط او العلاقه بين الفقر والجريمه. سبيك يتحدث, اونر يعني يكرم او يمجد او يشرف, generate يعني يولد, ولا demonstrates يعني يوضح. البحث بيوضح العلاقة بين كذا وكذا. My son is a bit A. When I wake him up in the early morning, he doesn't like it. ابني ما بيحبش ان صحيه بدري الصبح في الصباح يعني. عشان كده هو بيكون ايه بقى؟ A bit impatient. يعني ايه impatient؟ يعني غير صبور. Pleased يعني مسرور. طب grumpy معناها متضرر او متذمر. طب patient يعني صبور. مش هينفع اقول عليه صبور
ولا هينفع ولا عليه مسرور، تفكيري هيروح لامبيشنت ولا جرامبي. انا بقول لك لما صحي الصبح هو بيكون غير صبور، غير صبور يعني مستعجل عايز يصحى، فعشان كده جرامبي هي الاختيار الصحيح هنا، فخدنا هنا جرامبي ما تنساش. طيب الجملة اللي بعد كده في 12، لندن هاز نوت اوف 557 مليمترز اوف رين، لندن فيها 557 مليمتر من المطر كل سنه بالمتوسط، يبقى ان افريج اوف، ان افريج اوف معناها بالمتوسط. طب نمبر يعني عدد، ability يعني قدره، ووتر يعني مياه. طب ما فكرش في مياه يا مستر، ازاي مياه اسم لا يعد تاخد قبلها او ان، فما ينفعش افكر فيها. as well as دي بيجي بعدها الفعل دايما مضاف له اي ان جي، فعشان كده هنقول as well as writing. طيب بس خد بالك ان برضه في ملحوظه تانية على as well as، انك انت ممكن تستخدم فاعل اول، ممكن نجيب فاعل اول وبعدين as will as وبعدين الفاعل التاني ونكمل. على سبيل المثال علي as will as his parents parents، يا ترى نقول is ولا are؟ جرامبي بقى مثلا جرامبي، في هنا في النص كده في شوية نقط هنا في الحتة الصغيرة دي، عايز تعرف ان انت بتاخد الفعل على حسب الفاعل الاول اللي هو مين؟ علي، فناخد از. طب ده لو هو جاب لك فاعل قبل از والاز وقبل فاعل بعدها، يبقى انت عندك احتمال اولاني فاعل اول، از والاز فاعل تاني، الفعل هنا على حسب الفاعل الاولاني ده. طب افرض ان انت جبتها لي في اول الجمله از والاز، مش لازم في اول الجمله، في اي حته، المهم ان مفيش قبلها فاعل بس انت هتجيب بعدها على طول الفعل فنضيف له اي ان جي. طيب هو ده اللي حصل في الجمله بتاعتك هنا، انت قلت لي از والاز رايتنج. ف 14 بيقول لك not level، level يعني مستوى، ارجع لكده واشرح لي الحته دي. بص معايا، عايزك تعرف ان however، however بنجيب بعدها اسم وبعدين الفاعل وبعدين الفعل، تمام؟ طب what ever، انا قلبتهم مكان بعضهم، عذرا، however بنجيب بعدها صفه او ظرف وبعدين الفاعل وبعدين الفاعل. طب وات ايفر بقى بنجيب بعدها اسم وبعدين الفاعل وبعدين الفعل. طب مثال على كده، ممكن اقول لك مثلا على سبيل المثال هاو ايفر كام هي از هي كودنت ويت او هي كانت ويت، مثلا كانت ويت معناها برغم كونه هادئا الا انه لم يستطيع ان ينتظر. طب وات ايفر ممكن اقول لك مثلا وات ايفر، وات ايفر باور، باور اللي هي السلطة، يو هاف يو كانت هارم مي. بص وات ايفر باور يو هاف يو كانت هارم مي او يو كانت بي هارمفول، يعني هارمفول، هارمفول يعني ضار، تو مي ضار بالنسبة الي. المهم ان عايزك تفهم ان هاويفر بنجيب بعدها صفة او ظرف فاعل فعل، لكن وات ايفر بنجيب اسم فاعل فعل. اختهم التالتة من باب الشيء يذكر، يعني انك انت لو بدات الجمله لو بدانا الجمله بصفه او ظرف في الحاله دي هنجيب as وبعدين الفاعل وبعدين الفعل. على سبيل المثال ممكن اقول لك مثلا strong calm ايا كان بقى، strong calm beautiful ايا كان، as he is يعني برغم كونه قويا، بس انت لما تبدا بالصفه هتاخد as. طب لو جبنا الصفه اخرناها شويه فناخد هنا however. طيب وده اللي احنا هنعوزه هنا في الجمله دي. الراجل بيقول لك هنا ايه في الجمله، بيقول لك ليفل، ليفل يعني ايه؟ يعني مستوى، مستوى دي اسم، حلو، ما دام انت عندك مستوى يبقى انت عايز وات ايفر ليفل، ايا كان المستوى الذي وصلته يو كان ديج ديبر، يمكنك ان تبحث عن افضل من ذلك، تحفر اعمق يعني. دكتور سامي از فيموس ايه؟ هو از سبيشالست، متخصص في مجال الفيزياء. تعال نترجم الاربع كلمات، الاول سايكولوجيست اللي هو عالم النفس، عالم نفس. طب فيزيست اللي هو عالم الفيزياء اللي هو الفيزيائي، فيزيك فيزيكس اللي مادة الفيزياء يعني، فيزيكال دي صفة بمعنى فيزيائي، على سبيل المثال ذا فيزيكال وورلد العالم الفيزيائي، ذا فيزيكال معرفش اتيتيود كده. المهم الراجل اللي بيشتغل في مجال الفيزياء ده متخصص في مجال الفيزياء بنسميه فيزيست اللي رقم بي، وبعد اختار فيزيشن، فيزيشن دي اللي هو الدكتور. يو كان توك تو طارق، ما ينفعش تكلم طارق دلوقتي لان هو خرج. طيب والله انت مركز واخد بالك اصلا ان في الاول الراجل بيقول لك يو كانت، يعني بيحكي لك عن موقف مضارع، فانت عايز هنا مضارع برضو، يبقى انت هتقول له هي هاز جاست جون، عشان المضارع التام بيعبر عن حاجه خلصت
تمت وليها اثر، الاثر انك ما ينفعش تكلمه. ماي روم از نوت زان، يبقى دي مقارنه. طبعا مش هينفع اختار كلين مع زان. ثانيا ممنوع نستخدم مور مع صفه قصيره. ثالثا از كلين عايزه معاها از، وده تساوي في الصفه، يبقى كلينر. يبقى انت اخترت لي في الاجابه هنا كده كلينر اللي معناها اكثر نظافه من او انظف من، اللي هي رقم بي، رقم سي. بعد كده I once used to know the newspaper every day. Now I don't have time. بقول لك أنا ما عادش عندي وقت أصلا، بس أنا زمان كنت متعود أقرأ. يبقى used to المصدر، يبقى used to read، ودي ما فيهاش أي مشكلة ولا أي قضايا. يبقى أنت كده قلت I once used to read، يعني فيما مضى كنت معتادا أن أقرأ. إيه من الجمل دي is correctly punctuated؟ تركيزك على البنكتويشن يعني. بس أنا قبل ما أحل، إحنا عايزين نمسك الجملة نطلع كل اللي فيها كده الأول. آية why didn't you do your homework؟ يا آية، المفروض ان المنادى او في حالة النداء، يعني النداء يعني لما اقول لك يا عمر، فراح قايل لك عمر في الاول كده وبعدها كومة واكتب، او اكتب الكلام وفي الاخر اعمل كومة واروح قايل لك يا عمر. سبيل المثال عمر held me، او held me كومة عمر. طبعا انا كده انا محتاج كومة، فبدي بوزت. ثانيا انا بسألها سؤال، فمفروض كانت علامة استفهام. طب هنا برضو محتاجة كومة وفي علامة استفهام ناقصة، يبقى بوزت. طب هنا آية مديني كومة فعلا ومديني why didn't you do your homework وعن استفهام كده مظبوطة. طب آية كومة why you didn't كده غلط مقلوبة، لأن أنت بعد آية استفهام فعل مساعد، فدي كده باظت. إذن الإجابة الصح هي رقم C. خد بالك رقم D غلط عشان آية استفهام فاعل، إحنا المفروض تبقى آية استفهام فعل مساعد. الجملة التانية بقى بيقول لك our organization is meant to fight against racial A. racial دي اللي هي العنصري. بيقول لك ان منظمتنا مسؤوله هدفها انها تقاتل او تحارب الايه العنصري. تعال نشوف بريجيدس اللي هو التحيز او الظلم، اوبجكتيفيتي اللي هي الموضوعيه، امبارشالي ولا امبارشاليتي؟ امبارشاليتي اللي هي برضو الموضوعيه. طب ديت معناها بشكل موضوعي. هو المؤسسه بتاعتنا هدفها انها تحارب الظلم او الانحياز او التحيز، يبقى بريجيدس اللي رقم ايه. طب اللي بعد كده هنا بيقول لك he got the highest A in his last exam so he got a prize. بيقول لك هو حصل على اعلى الA في الامتحان عشان كده خد جائزة. انت فاكر معايا اكيد ان كلمة degree، هنراجع سريعا لو انت يعني عارف الكلام ده ممكن تقدم الفيديو شوية. degree معناها درجة علمية، رقم 2 معناها درجة حرارة، بس ابن اكتب لك كلمة كده اعرفها بيها رقمية. رقم 3 معناها مدى او حد. على سبيل المثال فاكر لما كنا بنقول what degree do you love TV لأي مدى تحب التلفزيون؟ طب معناها درجة حرارة رقمية يعني ايه؟ اقول لك النهاردة درجة الحرارة مثلا 37 degrees، درجة الحرارة النهاردة 37 درجة. طب درجة كلمة degree معناها درجة علمية، لما نقول مثلا MA degree اللي هي الماسترز ديجري. طيب ده رقم واحد، ده بالنسبه لكلمه ديجري. طب برضو يا مستر انت قلت لي ان ديجري درجه حراره رقميه بمعنى 36 درجه حراريه النهارده، يبقى 36 degrees دي درجه حراره. امال ايه بقى تمبريتشر؟ تمبريتشر عارف دي ملهاش علاقه بالموضوع بس احنا بنراجع فكون صبورا. تمبريتشر دي معناها درجه حراره بس بتيجي بدون رقم، بمعنى اقول لك ذا تمبريتشر درجة الحرارة is high، درجة الحرارة النهاردة عالية. قلت لك هي كم؟ لا ما قلتش كام، يبقى استخدمت كلمة temperature. الكلمتين التانيين بقى اللي معاك هنا كلمة grade. grade دي معناها يدرج شيئا، يدرج شيئا يعني يجعل شيئا متدرج من السهل للصعب او كده. الحاجة التانية كلمة grade معناها درجة امتحان. رقم 3 معناها صف دراسي. على سبيل المثال لما تقول مثلا my brother is in grade 3 في سنة تالتة، على سبيل المثال ان انت جبت 30 من 60 فدي اسمها your grade. ولما باك يقول لك your grades are impressive، درجتك في امتحان عظيمة جدا. this exam looks difficult، الامتحان ده صعب. can't you grade it، ممكن تدرجه يعني تخليه متدرج في الاسئلة. فنرجع بقى لجملتنا، الراجل بيقول لك انت جبت اعلى درجة في الامتحان فدي كده اسمها grade رقم B. احمد نوت لندن، هي از جوينج تو ريتيرن تو كايرو. يعني ايه از جوينج تو ريتيرن؟ يعني سيعود، معنى كده ان هو هناك ذهب ولم يعد، يبقى هاز جون تو. طيب امال امتى ما ياخد هاز بين تو؟ لو هو ذهب وعاد.
السؤال ده هدف منه تعرف ان has gone to مش has gone. طيب the car not until I paid the mechanic. السيارة لم يتم إصلاحها، لم تصلح، فأنا عايز مجهول. didn't دي معلوم، repaired ده معلوم برضو. صلحت ولا لم تصلح؟ أنت بتقول السيارة لم تصلح، يبقى wasn't repaired اللي هي رقم دي. طيب مروة has graduated from university 2013. الجملة دي قبل ما أحلها عايزك تفهم حتة، عايزك تكتبها هنا كده، هكتبها هنا. عايزك تفهم إنك أنت لو قلت لي علي not a car in 2006، ونفس الجملة برضو علي not a car by 2006، ونفس الجملة برضو علي a car since 2006. عايزك تفهم وتحفظ دي كويس، ان لما يجيب لك ان وسنة من السنوات الماضية فده ماضي، ده ماضي بسيط. فانا هنا هقول مثلا علي بوت اشترى. طب لو جبنا باي وبعدها زمن ماضي فده ماضي تام، فعشان كده هتقول لي علي هاد بوت اللي معناها اشترى. طب لو انت قلت لي سينس وبعدها ماضي فده مضارع تام، عشان كده هنقول علي هاز بوت. طيب كل دول ايه علاقتهم بجملتنا؟ علاقتهم بجملتنا ان جملتنا واحده منهم اساسا. يعني الراجل مديك هنا بيقول لك مروه هاز جراديويتد، يبقى ده مضارع تام، فحضرتك محتاج سينس. شكرا. طيب الجمله اللي بعد كده 28. A new note of negotiations. Negotiations دي معناها المفاوضات. ايه من المفاوضات is scheduled to being to begin. دي المفروض تبقى begin، يعني begin next week. يبقى اكيد دورة او جولة من المفاوضات ستبتدئ، يبقى a new round. لكن around يعني حاولة، و tournament اللي هو الدوري كرة وكده، ودي test اللي بالفرنساوي عندك دي تيستي اللي هي يكره يعني hate. When we saw the hotel we know that it was a great place for a holiday. لما شفنا الفندق احنا عرفنا انه مكانا عظيما. معلش اسالني سيبني اسالك سؤال، هو ايه اللي حصل اول؟ شفنا الفندق الاول وبعدين عرفنا، فالمعرفه دي حدث تاني. يعني انت عايز ماضي بسيط يبقى نيو وشكرا. The police knew what the thief. البوليس عرف ما اللص كان يفعل، يبقى انت عايز ماضي مستمر يبقى was doing. قطعة لطيفة وظريفة واسئلتها مش قد كده للأسف، بس مش مشكلة. القطعة دي كانت في امتحان أولى ثانوي تجريبي 2020، فقطعة كويسة. Which job do you want to do when you leave school؟ ايه الوظيفة اللي انت بتحلم انك تشتغلها عندما تنتهي او عندما تنهي دراستك؟ يعني do you want، قلناها دي خلاص بس كده. قلنا 150 years ago، من 150 سنة كده. There were not many choices، لم يكن هناك اختيارات كثيرة. Some people took academic jobs such as becoming a lawyer or an accountant. ناس كتير بدأت تشتغل شغل أكاديمي زي هم مثلا يكونوا محامين أو محاسبين. Others، ناس تانية، took vocational jobs، خدوا وظائف مهنية. Such as being a farmer، زي مثلا هو يشتغل فلاح أو مزارع. Today اليومين دول بقى بالرغم من ده كله there are hundreds of new kinds of jobs which we did not have just 10 years ago. بقى عندنا وظائف كتير جدا ما كانتش موجودة تحت ايدينا من 10 سنوات. This is، وهذا يعد a good news for young people today، وهذه أخبار جيدة للشباب هذه الأيام. السؤال، مش مستر نيوز دي، مش جود دي صفة ونيوز اسم؟ المفروض كنا قلنا ايه؟ لا ما ينفعش نقول ايه لان نيوز اسم مفرد لا يعد. Because there are many، طبعا 16 دي غلطة مطبعية ملهاش اي 60 وجود هنا. Many new and exciting jobs، لان في اليومين دول وظائف جديدة ومثيرة. They can do، يمكنهم القيام بها. An example is، على سبيل المثال، a computer programming، في مجال برمجة الكمبيوتر للموبايلات او لشركات الموبايل. Mobile phones are developing every year، والموبايلات بتتطور كل سنة. والphone companies need people to help to develop them even more، الشركات بتحتاج حد يشتغل معه عشان يطور الحاجات دي أكثر فأكثر. Another new job is something called library science، في مجال كمان اسمه مجال علم المكتبات. This is knowing، وده بتمثل في معرفتك في إزاي تفهم المعلومات على الإنترنت. This is very important for businesses، وده مهم للشركات اللي ليها اللي عندها معلومات كتيرة
عن العملاء and want to know how to use it، ويريدون أن يستخدموا أو يعرفوا كيف يستخدمونها، يستخدموا الإيه؟ المعلومات. يبقى إيه عايزة على information عشان هنحتاجها. So بالتالي they can sell them، يمكنهم أن يبيعوا لهم. them دي عايدة على الزبائن، things يبيعونهم الأشياء، يبيعون إليهم الأشياء يعني. So there are a lot of opportunities for work in the future، في فرص كتيرة للعمل في المستقبل. But they may not be jobs that you have heard of before، لكن هتكون وظائف عمرك في حياتك ما سمعت عنها قبل كده. السؤال الأولاني يا فندم بقى ركز معايا عشان أنا تعمدت أجيب أسئلة رايتنج كده في القطعة دي. Who do you think this article is written for؟ السؤال ده ما رضيتش أحذفه لما لقيته في الأسئلة لسبب، أنا عايزك تتعود على سؤال مش تقليدي في القطعة. الراجل بيقول لك تتوقع إن القطعة دي مكتوبة لمين؟ القطعة بيحكي فيها عن الوظائف وكده، بس في مطلع القطعة لو أنت قرأتها بضمير وتأني قال لك، بيقول لك إيه؟ When you leave school، لما تخلص مدرستك، يبقى دي مكتوبة لمين؟ Students who are about to leave school. يبقى قلت له كده students who are، الطلاب اللي هم about، على وشك يعني to leave school، to leave school، ودي إجابة أنت استنتجتها من القطعة. طيب يبقى دي لمين القطعة دي يا عم؟ للطلبة اللي هم على وشك ان هم يخلصوه. طب why do you think that older people might not know about some of today's jobs؟ ليه الناس الكبار ما يعرفوش في رأيك يعني عن وظائف اليوم؟ لأن الوظائف دي ما كانتش موجودة من 150 سنة أيام شبابهم. As these jobs، لأن هذه الوظائف were not around، نستخدم كلمة around دي كانت الوحدة الأولى، لم تكن موجودة 150 years old أو years ago sorry. What are vocational jobs؟ إيه vocational jobs بقى؟ ركز بقى في دي كده. vocational jobs معناها jobs، الوظائف that require، الوظيفة اللي بتتطلب skills، مهارة. على سبيل المثال such as يعني farming، أو على سبيل المثال كمان carpentry، النجارة يعني. Do you think that there are a lot of opportunities for work in the future؟ هل تعتقد أن يكون في وظائف كتيرة في المستقبل؟ هنقول yes. الراجل هنا ما طلبش منك ليه، فما تحاولش تتناصح وتكتب ليه. طب نفترض انه قال لك ليه بقى، هنقول له بقى سبب مثال، تعتقد ان في وظائف في المستقبل الجديد؟ اه. طب ليه؟ because everything is developing، لان كل شيء بيتطور. طيب السؤال الاولاني what does underlined word it refer to، كلمه it قلنا بتشير للمعلومات، يبقى information about people. which of the following jobs could not be بيقول كل انت دو، الناس مش هتشتغلها ب 150 سنه المقبلين. ايه الوظائف اللي مش هنكون موجوده في المستقبل؟ طبعا الكمبيوتر بروجرامنج دي هتبقى اساسيه. طيب تعالى بس نرجع كده، الراجل بيقول لك في القطعه ايه نشوفها، بيقول لك ايه which do you don't، انت عايز تشتغل ايه لما تخلص من 150 سنه؟ كان there were not many choices، ما كانش في اختيارات، بعض الناس بداوا يشتغلوا اكاديمي من 150 سنه كانوا بيشتغلوا اكاديمي، والبعض الناس الاخرين كانوا بيشتغلوا في الفوكيشنال جوبس. يعني انت كان زمان في اتجاهين. تعال نشوف كده، نرجع بقى لسؤالنا، بيقول لك which jobs، which of the following jobs could people not do 100 years ago. احنا كنا فاهمين السؤال غلط. بيقول لك ايه الوظائف اللي من 150 سنه ما كانش حد بيشتغلها، ما كانتش موجوده؟ الكمبيوتر بروجرامنج، بدليل ان هو الراجل قال لك ان كان في ناس باخدوا اتجاه الفوكيشنال وفي ناس بياخدوا اتجاه الاكاديميك. الفوكيشنال ده منه الفارمنج، يبقى كده الاجابه هنا رقم سي. طيب رقم 37 instead of traditional libraries، بدل المكتبات التقليديه، في بقى science libraries اللي احنا كنا بنقول عليها هنا في القطعه اهي، اهي اللي قلنا عليها هنا ايه science library، call library science اللي هي دي library science. طيب بعد كده unlike vocational jobs، على عكس الوظائف الفوكيشنال اللي هي المهاريه اللي هي بالايدين يعني، أنا وظائف بقى بتحتاج مجهود intellectual يعني ذهني أكتر. الفيزيكال دي محتاجة بدني عشان هي بدنية. الأكاديميك طبعا أكاديمية، هي دي playing اللعب، والworking دي العملية، يبقى أكيد أكاديميك. الأكاديمي يعني محتاج دماغ يحفظ ويذاكر. another meaning، معنى آخر لكلمة opportunity فرصة، يبقى chance اللي هي رقم A. طب الجملة اللي بعدها you can search and find information on the internet، دي حاجة ما تقلتش في القطعة، أنت ممكن تطلع معلومات من الانترنت باستخدام سيرش بلان ولا سيرش انجن. سيرش انجن ده، سيرش انجن ده اللي هو مين؟ اللي هو زي بالظبط جوجل مثلا. جوجل ده بنسميه محرك بحث، لو انت عايز معلومات بتدور على جوجل وتطلعها يبقى جوجل. طبعا الراجل بعد كده عايزك تكتب لي باراجراف من 120 كلمه عن واحد من الموضوعات دي.
حضرتك هتطلع ورقه كده او تكتب في ورقه في كشكولك محترمه كده، تكتب لي موضوع من الموضوعات دي وتنزله لي كده وتبعت لي الصوره بتاعته. اول واحد بيقول لك a job you would like to do when you finish your education، وظيفه نفسك تشتغلها لما تخلص، او a teacher who has helped you، معلم ساعدك. وانت بتكتب كده عايزك تفتح، نفترض مثلا احنا ناخد الموضوع المعلم ده موضوع لطيف وسهل. a teacher who has helped you، ابدا الموضوع ده ازاي؟ على سبيل المثال هتروح في اول الموضوع كده، في اول خالص الموضوع هتروح قايل in our life there أو in our life we meet many people who always help us and give us the needed or required support. في حياتنا نقابل أشخاص كثيرون الذين يقدمون لنا مساعدة والدعم. We never forget those people. نحن لا ننسى أبدا هؤلاء الناس. Some of them are our teachers. بعضهم معلمين. Some relatives. بعض الأقارب. And even some neighbors. وأحيانا بعض جيراننا. The person I will never help. I will never forget. Is Mr. وتروح كاتب لي كذا، أو is a teacher of كذا science مثلا. He always helped and supported me. لطالما ساعدني ومش عارف أيدني. One day I was about to leave school. في يوم من الأيام كنت على وشك إن أنا أترك المدرسة. But he helped and supported me to start again and helped me to study hard. وتفضل تحكي بقى وتهري لي كده في الموضوع ده. مستني موضوع محترم عندي أو دي. حقيقة في الترجمة بقى، حقيقة pollution is considered man's enemy. يعتبر التلوث هو عدو البشرية، عدو الإنسان. Many of our serious diseases، فكثير من أمراضنا الخطيرة are due to، هي بسبب the different kinds of pollution، الأنواع مختلفة للتلوث. The governments، الحكومات في كل أنحاء العالم ينبغي أن تتعاون لكي تضع نهاية لهذه المشكلة الخطيرة. دي أول ترجمة. الجملة الثانية، a good teacher، المعلم الجيد should be responsible، لابد أن يكون مسؤولا وجادا ومعتنيا او مهتما باحتياجات طلابه. هو يا مستر الامتحان اخر السنه هيجي ترجمه كده؟ لحد دلوقتي مفيش اختيار. طيب الجمله دي بعد كده بقى دي محتاجين نكتبها او نقولها واحده بواحده كده. وانت تكتب، تنشئ الحكومه مشروعات عملاقه لتوفير فرص عمل للشباب وزياده الدخل القومي. الدخل القومي ده اسمه ناشونال انكم، لو انت مش حافظها احفظها. طيب يزود increase، طبعا عارفينها دي ما فيهاش مشكله. الشباب اللي هم يوث او young people، وممكن نقول زي young فرص اللي هي opportunities كانت في السؤال بتاع القطعة. يوفر اسمها provide، يعني يوفر. عملاق يعني giant، على اسم الكتاب اللي اسمه الجاينت ده. مشروعات يعني projects. طب ينشئ اسمها set up او build، اي حاجة من دي. طيب تعال نترجم بقى. The government is building giant projects to provide job opportunities for youth and increase national income. دي واحدة. التانية، نصحني الطبيب بالامتناع عن التدخين لأنه ضار بالصحة. الطبيب اللي هو the doctor advised me to stop. To stop، الامتناع ان توقف عن to stop smoking because it is harmful. خد بالك من دي كده. Harmful to health أو it is bad for health. يتقول harmful to، يتقول bad for health. يبقى دكتور advised me to stop smoking because it is harmful to health. خلصنا الامتحان ده. الامتحان ده ما كانش كبير، بس اتمنى انك انت ما تكونش عديت منه ولا ملحوظة. يا جماعة تابع الجروب، عشان الجروب بينزل عليك كل الكلام اللي احنا بنعمله. اتمنى لك التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومنتظر منكم الباراجراف.